واحنا راه بدون هذا ما يمكنش بان نعيش في هذا الفرد القاري بزاف بزاف. كنستعملو في وقت الثلج بزاف بزاف، انا كيحطبوا العيالات، الناس كيمشيو يخدموا، العيالات كيبقاو هنا في البلاد كيحطبوا كيوجدوا داكشي اللي كاين. كل شيء كتسمى العائلة، كاين اللي داير جوج بيوتها، كاين اللي داير جوج. دابا العائلة إلا كان الناس بزاف كيديروا جوج، واحد بنات يطيبوا وكيتفيو به العائلات، وواحد الرجال كيجلسوا الرجال وكيتفيو به. الناس الضياف إلا جاو كنجيبوهم حتى لهنايا كيدورو. فما يمكنش دابا الضيف عندك يجي لعندنا الضيف ونديوه وما يبقاش معنا يتفي حتى هو. الا دينا للبيت اخرى السمره غتقتلو السمر. انه بحال هكا كنتجمعو كنعمرو اتاي وكلشي. الناس دابا الا جا عندنا شي واحد كنجيبوه لهنايا عادي. وكاين عاوتاني عند العيالات عاوتاني كيخليو كيبقاو في البيت الاخرى ويطيبوا ويتفيو كلشي دري صغار. كنشريو هذا كنشريو. بالنسبه للعواد راه عندنا الحطب، اللي بغى يحطب راه كيحطب عندنا. ما عندناش حنا المياه والغابات في المنطقه ديال ايت عباس. اللي قاد انه يحطب راه كيمشي كيحطب، كيمشي يحطب. المرأة إلا قادة تحطب راه كتمشي تحطب. المرأة اللي مسكين اللي ما قادش انه يطلع للجبل باش يجيب العواد راه الله يكون في العوان وصافي. حنا بالنسبة للمنطقة كاع في ايت عباس، حنا كنستعملو هاد المدفع هذا باش كندفيو في الدار هادي. الناس كتجيب الحطب وكنستعملو هذا كندفيو به. إلا ما كانش هذا راه الناس ما يمكنش تعيش في هاد البرد القارس هذا من غير هاد المدفع هذا. الناس العائلات كيمشيو يحطبوا في الصيف ويوجدوا لهاد الوقيته ديال الشتاء، يوجدوا الحطب ويوجدوا كل شيء باش انهم يلقاو باش يدفيو باش يطيبوا باش هادي. حيت الناس المنطقه هشاشه بزاف، كيعيشوا الهشاشه والفقر وما عندهمش. والناس اللي كيمشيو في الصيف عاوتاني، الناس اللي ما عندهمش باش يشريو البوطه وهادي، وكيستعملوا هذا حتى للطياب وديما على مدار السنه كامله. قبل ما تخرجوا ما تنساوش تابوناو في لاشين فبراير وتابعونا على مواقع التواصل الاجتماعي.